بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب جعفر الصقر محمد سلمان ليث من الصف 5 علم 3. سوف أقرأ لكم فقرة صغيرة من كتاب 40 لكاتبه ومؤلفه أحمد الشقيري، وستكون هذه الفقرة معنونة بعنوان ساندويتش النقد. النقد صعب على أي إنسان تقبله، ولكن هنالك استراتيجيات تزيد من احتمال تقبل النقد، وأن لا يواجه برفض. حاصر النقد بالمدح لتقلل من أثره السلبي، بمعنى إذا أردت أن توجه نقدا لأحد فابدأ أولا بمدحه والثناء عليه، ثم انهي الكلام بثناء آخر. المهم أن يكون الثناء على أمور مستحقة فعلا وليس مجاملة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.